وحشنا جدا منظر الجماهير اللي انتم شايفينه. لكن النهارده هنناقش قصه جماهير ايضا النهارده بشكل مختلف. بمعنى في الانديه الشعبيه مجالس الادارات بتحط السياسه العامه وبتعمل حساباتها للجماهير دايما. مجالس الادارات بتتعاقد وبتقوي فرقتها، وفي نفس الوقت السلاح بتاعها واللي في ظهرها جماهيرها. هنتكلم في كل حاجه النهارده وذكريات الجماهير مع بعض. واختياراتي النهارده ممكن ما بقاش فيها شباب، هم شباب طبعا ولكن اهل الخبره من التشجيع. ليه؟ عشان نعرف كانوا زمان بيعملوا ايه ونرجع لاصلنا كلنا. اصلنا كان الاحترام، بيبقى فيه مناوشات لان كره القدم مرتبطه بالتعصب، خلينا نتكلم بصراحه. ولكن كان الاحترام، كل واحد بيشجع فرقته، بيقابلوا بعض، ده يسافر له اسماعيليه في فرح، ده يروح له هنا في 100 عقبه في زفه، وده وهكذا وكذا الامور بتمشي كده. فاللي انا عايز اقوله، معانا اهل الخبره من التشجيع، قعدوا سنين طويله، كنا كمان على المستوى الشخصي كنت لسه صغير جدا، فاكيد هم هيحكوا لنا مواقف كتير وهنعمل ايه في اللي جاي اللي هو الاهم. خليني ارحب من الكبير عم حربي، برحب بيك على اللقاء دوت، وربنا يوصل صوتنا للشباب كلها، لكل شباب مصر ان شاء الله. كمان واحد من كبار نادي الزمالك، كبار مشجعي نادي الزمالك، الخواجه برحب بيك. اهلا 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 يا حبيب قلبي، وانا حقيقي النهارده قاعد فرحان بيك صراحه. الله يكرمك، توري الناس الكبار التشجيع بقى يرجع زي زمان. اشكرك. كمان اسكندريه في القلب، زعيم صغر نادي الاتحاد السكندري، متمثل منه النهارده الحاج عصام، برحب بيك. ورابطه المنتخب الوطني كمان، برحب بيك يا حاج عصام. حضرتك شرف كبير لينا وجودنا معاك، وان شاء الله بامر الله نقدر نوصل رساله جميله للناس بحكم اللي احنا شفناه. احنا كنا قاعدين في وسط جماهير العالم كلها، كنا كلنا كل جماهير العالم كانت في مكان واحد، وكانت الناس بتتقابل بمقابله كويسه جدا من كل الجماهير. كمان السمسميه والاسماعيليه والمتعه، واجيال بتطلع على مستوى التشجيع بتسلم الكبير. كمان في قطاعات الناشئين تلاقي اللعيب موهوب، عشان كده دايما الاسماعيلي غني بابنائه من الصغر. وكمان في التشجيع يعشقوا نادي الاسماعيلي. معانا النهارده ممثل الاسماعيلي عادل شكوك. عادل برحب بيك. انا برحب بحضرتك كابتن شادي، وببارك لك ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك يكون اعلام هادف، اعلام نظيف، اعلام لنبذ التعصب وتوحيد الصف. ونتمنى ان زي ما قلت لحضرتك ان عم حرب قال احنا عايزين نوصل رساله للشباب، لا احنا عايزين نوصل رساله من اول رئيس الجمهوريه مرورا بالمسؤولين لغايه الشباب. هنتكلم في كل دوت، لكن في الكواليس مجهز لهم اسئله فيها مطبات شويه عشان نشوف هيجاوبوا عليها ازاي. ولكن قبل ما اتكلم معاهم في اي حاجه، طلبوا مني كلهم، وفاجئني مش عم حربي عشان اقول الامانه، فاجئني الاسماعيلي والزمالك والاتحاد اللي هم يقروا الفاتحه على روح عم حسين عفيفي، احد رموز التشجيع في النادي الاهلي رحمه الله. وهو انا قلت لكم كده، التعصب ملوش مكان، لان في الاول وفي الاخر اللي طلب مني الانديه الاخرى المفروض اللي بينافسوا النادي الاهلي. نقرا الفاتحه من كل جماهير مصر لواحد كان محترم وما استفادش حاجه من الكوره، ومش عشان هو النادي الاهلي، انا بتكلم بحكم ان انا اعرف ناس كتير جدا وعشرتهم، واعرف تماما بيفكروا ازاي وبيحبوا ناديهم ازاي، وما كانش فيه تعصب منهم. عم حسين عفيفي، استاذنكم كلنا نقرا الفاتحه على روح عم حسين باذن حضرتك. بس قبل نقرا الفاتحه الاول هنقراها، بس هي شامله كبار مشجعين زي كابتن حسين عفيفي الله يرحمه، كان في مجد اوزو برضه من افنى عمره نادي الزمالك، كان في كابتن ريو عليه رحمه الله كان ممثل الاسكندريه ومنتخب مصر الله يرحمه، كان في ناس كتير بما فيهم شهداء وقعه بورسعيد وشهداء وقعه نادي الزمالك مع انبي، دول كلهم بيحبوا الكوره وماتوا عشان حب الكوره مش عشان هدف تاني. فالفتحه دي للشهداء، كل من يحب الكوره وشهداء الوطن جميعا، من شرطه وجيش وكل الناس. يا شمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. روح كويسه في البدايه، وانا دايما بقول جمله حتى على مستوى الرياضه، اللي ملهوش
كبير او ماضي محترم مش هيبقى ليه حاضر. بالزبط. فلازم كلنا نحافظ على بعض. هبتدي معاكم باجواء بتحصل في الرياضه، ولازم الجماهير تشارك رايها النهارده، وانتوا اكيد بتقعدوا مع الناس كلها وبتسمعوا الكلام ده. هبتدي بيك عم حربي، رؤساء ما بيحصل تراشق هنا، وده بيهاجم دوت ودوت بيشتم دوت، واللعيب دوت بيطلع يتكلم على المنافس، والاعلامي ده بيبقى منتمي لمعسكر معين بيزعل منه بقيه المعسكرات التانية. انت كجمهور بيتنقل لك التعصب من ده؟ بيتنقل وبيزيد الاحتقار وبيكبر المشاوير القليله عكس الحقائق الاساسيه. وكان كبير اي مباراه بين اي فريقين، يعني حته التعصب كانت بتوصل لتراشق بالطوب لا تزيد عن ذلك. تراشق بالالفاظ، مش هنقول احنا انبياء، لا، كان بيحصل في المدرجات، ما بتوصلش للميكروفون اثناء التشجيع. المباراه انتهت، بقابل عادل بره وبقابل ناس اقدم منه كانوا من سني، يمكن عادل كان شباب ومسمع من صغره، كان في الحاج سلامه، في حماده مطوع، ده بالنسبه للاسماعيليه. تروح اسكندريه في مباريات كره سله، كنت اطلب كابتن بوبو وكابتن عادل وحميدو والناس بتاع اسكندريه، ما معناش عده، ده حقيقي اللي بقوله لك، تحاسب عليه قدام ربنا. وانت راح تلعب الاتحاد في اسكندريه، جيب لي عده في المدرج وانا هشجع ضده. يعني شوف بتوصل لفين، يجيب طبله ويجيب ترومبيطه ويجيب لمؤاخذه دف، الشغل اللي هو محتاجه انت تشجع بيه. والعكس كان بيحصل في القاهره، الخواجه طول عمرنا هزار وتحريج، الماتش اللي بيني وبين مع بعض في الطريق، اللي بيني وبين الخواجه ايه؟ لحب. على فكره في معلومه، احنا وهو، انا وهو منطقه واحده، منطقه مصر القديمه، بس هو عايش في حته وانا في حته. شوف الدنيا بقى. وبعدين كنا لا مؤاخذه اللي بيننا وبين بعض ايه؟ 90 دقيقه. كل ما تفهم الشباب كان التوعيه مطلوبه، ولازم يتعمل لهم ندوات، ولازم بلاش الكبر. النادي عارف رموز عنده، يطلب منها ان تفهم الشباب دوت. اما يكون مكلف من النادي هيتكلم باكتر بقوه، واخد قوه من النادي ان هو يقول كذا وكذا وكذا، غير لما يبقى مهمش. ما التهميش بيتعب. فما يعجبكش النهارده عاملين منظر حلو وبعدين يبوظوا الماتش، يعني في اخر خمس دقائق، اخر ربع ساعه. طب احنا ذنبنا ايه بعد ما خلاص الحياه ابناء القاهره والنادي الاهلي ابن القاهره خلاص استقرت، والناس المسؤولين قالوا خلاص استاد القاهره، ايه اللي يودينا برج العرب؟ عشان الشباب ما فيش توعيه، بيزيد عليها البرامج. كل من ينتمي الى نادي، انا بقول لك بيشتغل لحساب. طب خليني اسمع، هاخد من كلامك واروح للخواجه. عم حربي قال البرامج، انت ممكن بتزعل كنادي او كجمهور نادي برنامج يبقى ليه اتجاه معين او بيشجع نادي معين بس؟ والله انا بزعل طبعا، بس هي النهارده يعني المشاكل اللي حصلت دي زمان وبعد الثوره والكلام ده، تبص تلاقي كنا الاول اي حاجه بنعرف نسيطر عليها في الملعب جماهير، يعني ممكن ايه اي حاجه. النهارده بقى بعد الثوره جت بقى، النهارده اتكلم الولد يقول لك لا ده بيشتم هناك بيعمل فينا يا جماعه كلها. بتبص تلاقي من الكبار هم اللي بيولعوا النفس، تيجي الجمهور نفسه يروح سامع ولا. لازم بقى الايام الجايه دي بمشيئه الله زي ما بتكلمها، يبقى في عندنا وعي، وعي اتعلمنا. يعني انا في روسيا جالي ذهول من ايه؟ من التشجيع، وتخش بالتذكره يا كابتن شهاد جالي ذهول. ال 30,000 اللي جايين من مصر، المصريين بره، خش اتفضل الكرسي بتاعك. انا بقى زي الاستاد بتنطط، حاج عصام بتنطط من هو فين التذكره؟ وقال لي لا مش هنا القاهره، ليك كرسي وشجع عليه وانت قاعد. لا لا لا، انا اتعلمنا ولازم نوصل اللي شفناه في روسيا نوصله هنا، عشان الكوره بتاعتنا لسه عايزه القاعده وحشه شويه. لازم نبتدي من القاعده عشان يفتح عليك اللي يبقى الاساس. يا جماعه ده في ناس مصريين كلموني جايين من بلجيكا وهنا وهنا، يقولوا لي رساله وصلها، احنا عايزين نشوف منتخب مصر. يعني المصاريف دي مفيش حتى جمله. يعني بكيت انا الماتش الاخير بتاع السعوديه، بكيت والرجل عامل غضروف. الحاج عصام يعرف بهذا، عامل غضروف وتعبان، وبرده بتشجع تبع سني. يعني الحمد لله ما طلعناش على حساب الدوله، طلعنا على نادي دخيله
عز الدخيله صرف علينا الواحد نفسه مش دعايه بقولها. الراجل يشكر قال لك الدوله مش ناقصه خليك واشكره اللي احنا رحنا وقفنا وقفه الاربعه يعتبروا ب 40,000. حاج عصام الخواجه قال جمله مهمه جدا، قال لك اللي رحنا روسيا والقاعده عندنا وحشه وانت سافرت عشان تقف جنب منتخب بلدك، مش هنتكلم في نتائج والكلام ده لانها قصه ادارات وتخطيط وبتاع، ده مش بتاعك كجمهور، فجمهور دورك تشجع وبتشجع ناديك او تقف جنب ناديك. انا هنا هسالك اتعاملت ازاي؟ تمام في روسيا؟ لا انت لا داخل الاستاد الاول انا بس عايز اشكر المجموعه اللي هي كانت طالعه باسم رابطه مشجعي مصر، مجموعه محترمه كلها الاهلي والزمالك وجميع الانديه المصريه، وكنا سعداء كلنا ان الناس على مستوى العالم بيقابلوا الخواجه يوقفوه عايزين يتصوروا معاه. وانا راجل اتحادي واسكندراني ولكن ده زملكاوي وده اسماعيلاوي واهلاوي، وكنا من كل الانديه الشعبيه كنا بنبقوا فرحانين والناس بتوقف الخواجه تتصور معاه، كنا احنا بنروحوا نقفوا جنب الخواجه عشان نتصوروا معاه. فدي كانت البدايه، كانت بدايه جميله، وكانت المجموعه بصراحه مجموعه محترمه ومجموعه ملتزمه وشرفت مصر في روسيا، وطبعا انا بشكرهم بصفه رئيس رابطه مشجعي مصر. لكن اللي احنا شفناه بقى كابتن هناك، احنا شفنا حاجات جميله جدا، شفنا العالم كله كان موجود في منطقه ممكن تجمع فيها 20,000-30,000 متفرج، ال 20,000-30,000 متفرج دول على مستوى العالم. انت فرحان لبلدك وانا فرحان لبلدي وعادل كنا من بدلوا التيشيرتات القمصان ندوهم هدايا ويدونا هدايا، فكانت العمليه جميله. عند الاستاد بقى المجموعه بصراحه كانت محترمه جدا، كلنا كل واحد عارف التذكره بتاعته فين مكانه فين، كنا طالعين للاوامر بتاعه الدوله المضيفه طبعا، وهم في نفس الوقت كانوا مذللين كل العقبات لكل واحد مشجع رايح يتفرج على الملعب. وكانت الجماهير المصريه بصفه بقى خاصه كانت جماهير مشرفه جدا، احنا كنا بنتفرجوا جوه الملعب حاسين ان احنا بنلعبوا في مصر. من كتر الفرحه احنا بقينا نعيط وكل دول مصريين في الملعب، فالحمد لله. طب هروح لعادل واساله سؤال مهم جدا، لان كان عادل معانا في مداخله في اول حلقه. طبعا انا فاكر كلامك كويس جدا، بس اللي انا عايز اسالك فيه ليه مثلا نروح نلعب السوبر مثلا اهلي وزمالك يبقى في التزام انضباط في التشجيع وفي الدخول ومفيش اي مشكله، نروح روسيا نشجع ونمسك علم مصر ونقف جنب منتخب، واول ما نيجي هنا بسرعه الصاروخ نخوف المسؤولين اللي ما يقدرش يرجع الجماهير؟ سؤال صعب صح؟ لا ما فيش صعب ولا حاجه، بحكم ان انت وقفت على مدرج 10 سم بفضل الله تقدر ترد على كل حاجه. اتفضل. بس ما بين السطور في ايدك، بتحب الصراحه، ما بين السطور في ادانات لناس كتيره يا كابتن شادي. حضرتك قلت كلمه دلوقتي ضايقتني، اتفضل، قلت انت دورك كمشجع مش من حقك تحكم ادارات. بلاش حاكم ادارات. فين الدوله من اللي بيحصل؟ في ايه يا كابتن شادي؟ حضرتك في 2006 في استاد القاهره فقعد الوزير خالد عبد العزيز، القامات اللي قاعدين قدام حضرتك الناس اللي هم القدام اللي احنا قربنا منهم وقربوا مننا ودخلنا بيوت بعض وجاملنا بعض وفرحنا مع بعض وحزننا مع بعض، الناس دي كانت بترج استاد القاهره، الناس دي كانت سبب بعد ربنا. معلش اما بتتكلم حضرتك في الخواجه وعم حربي وعادل شكل وحميده وعدلي وطابله كل واحد عارف دوره يا كابتن. معلش ما انت ما تقوليش يعني منتخب مصر في 2006 خلاص نازل مخلص على الابلكيشن انت لا الجماهير الجماهير كانت عامل مساعد جميل. يبقى الجماهير تاخد حقها يا كابتن في ايه؟ عاوز ايه حقك في ايه؟ الدوله فين منك يا كابتن؟ عامله لك رابطه منتخب مصر؟ مفيش حد عامل لي رابطه منتخب مصر، انتوا اللي عاملينها كده من نفسكم طبعا بالمجهود الذاتي. الحاج عصام هو بيمول من معاه؟ انا هقول لحضرتك ما انا جاي قول الحقيقه. لا هو لو بيمول فيها حاجه عيب. طب خليني اسالك، حد قعد معاك قبل ما تسافر؟ من مين؟ اتحاد الكوره. زي مين؟ انتوا بتضحكوا ليه؟ هو فاضل لنا كابتن بضحك. هو فاضل لنا كابتن. انا جايبه بدات لحضرتك من 2006 ماراثون تاريخي في عهد وزير الشباب السابق المهندس خالد عبد العزيز. ربنا كرمنا رحنا غانا 2008
كان ممكن التسجيل مش كانش ده كان ما كانش وزير هو كان وزير كان مسؤول عن البطوله ما تخافش مجال الزهايمر لا اراده تاريخ راجل كان مسؤول انا بصلح انت اخويا لا واحد كملنا الماراثون 2008 عم حرب ورحنا غانا بنفس جماهير الكره المصريه حصل اهلي زمالك اسماعيل اتحاد سويس مصري محله ربنا كرمنا جبنا البطوله مش هقول لك احنا كنا بنلعب بس هي كلها بتكمل بعضها كلاعبين في 2008 لما لقينا الجماهير ورا وعدد كبير جدا وطيارات سافرت كنا خايفين من المباراه وانا هنقل لك الصوره دي بامانه يعني تمام. كنا في غرفه اللبس مش سامعين كان الاول الملعب كله لاقينه كله المنتخب الـ الشعب الغاني كان بيساند الكاميرون فجاه واحده لقينا جماهير مصريه دخلت كلنا حسيت اللي في حاجه دافيه في حاجه دي حقيقه والله كابتن شادي هدى حضرتك مثلا محمد صلاح الماتش النهائي لما دخل فينا جول التعادل مصر كلها اصيبت بالاحباط محمد صلاح عمل ايه راح للجماهير قومها انتوا كنتوا بتستمدوا قوتكم من مين يا كابتن الجماهير جميل نجحنا وخدنا البطوله 2008 انت تقصد اللي هو مهمش لا بالظبط دي حقيقه دي من هنا لما قعدنا مع بعضنا طب يا جماعه ما احنا موجودين مع بعض وبنشجع مصر وكلنا تحت رايه علم مصر وهما بتلعبوا بعض ما بيحصلش ده ماشي يا كابتن الشك ده انا جاي لحضرتك فيه اتفضل تمام فين اتحاد الكره مني كابتن سمير زاهر ربنا يرحمه الله يرحمه كان قريب مننا انا بكلمك حقائق والكلام اللي انا بقوله انا راجل اسماعيلاوي والكلمه اللي هقولها هتطلع من بقي الناس بتثق فيها في اسماعيليه كان قريب مننا كان على تواصل معانا 2010 انجولا كل ده بالكابتن حسن شحاتة وبالجيل الجميل بتاعكم انا عملت لقاء مع قناه ام بي سي ومع كابتن اسلام الشاطر ذكرتكم واحد وموجوده على اليوتيوب فين المدرب الوطني فين الناس المحترمه اللي كانت موجوده فين حسني عبد رب احمد فتحي شادي محمد وائل جمعه ابو تريكه زيدان شوقي حضري كرتهم له بقى بيبص لي كده احنا مثقفين واخد بقى حتى كابتن ثلاث بطولات على التوالي ومش هتحصل تاني جينا بعد كده ما دخلناش 13 ثلاث سنين ثلاث مرات ورا جميل تيجي بقى كابتن شادي بقى هنتزوق ونتجمل وتقول لي ده انا رحت افريقيا مش عارف ايه وصلت للماتش النهائي لا انا منتخب مصر انا ملك افريقيا انا القيمه والقامات انا اللي درست الكوره انا اول منتخب دخل كاس عالم 1904 ممكن سببها انا مش عايز اخلق مبررات بس ممكن سببها اللي الجماهير انا عايز اتكلم بصراحه هو 75 ولا 100 ولا 1000 واحد ده اسمها جماهير بتحضر لا انا ما بحبش يعني لكن ممكن سببها ان الجماهير ما بتحضرش فحصل التجاهل ده هو في حملتك لما بتبقى مرشح لاتحاد الكوره هو مرشح لاي حاجه وتجمع الاصوات بتاعه الانديه وتجيب لي مدن الكنال عشان الاصوات وتنسق وترتب بيبقى حلو ولما يجي نتكلم معاك حاجه خاصه بالجماهير هتعليك وهترفعك تتجاهلنا ليه لما احنا ما نروحش ورا المنتخب مين اللي يروح لما الدوله تدي كل عضو مجلس الشعب من 1800 خلينا اتكلم وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله انا جاي اناقش قضيه انا عايز اطلع من عند حضرتك كده بحلول مش هفضل مهمش ما عشان تقول الحلول يبقى لازم نقول السلبيات جميل انت بتتكلم في الصح انا بتكلم في الصح عضو مجلس الشعب هو اللي هيروح يمثل مصر ويشجع لا. الفنان اللي هيطلع يمثل مصر ويشجع بس حقه يسافر حقه على حسابه وفي ناس كتير سافرت على حسابه حقه على حسابه مش حقه للتلميع ما هو النهارده معلش يا كابتن شادي 30 شركه راعيه اتكلمت في الثلاث اربع شهور اللي قبل كاس العالم راعي المشجع المصري فين المشجع المصري؟ ما يتكلمش باسمي عشان انا ممكن اراضيه يتكلم باسم اتحاد الكوره يتكلم باسم الفنانين يتكلم في اسم الاعلاميين انما ما يقولش راعي المشجع المصري راعي المشجع المصري يبقى في لينك في اتفاق بينه وبينه بيسفرني كده عشان اقدر لما اجي اطلع مع حضرتك هنا اتكلم بصراحه عارف السر مع الشركات دي واقول لك بصراحه في ناس بتروح تتكلم باسم كانها مشجعين وبتسافر والله دي الحقيقه مين هم ناس معينه ناس هم بترجع هو بقول لك الدنيا فين بقى مش عايز حقيقه دي حقيقه هو حضرتك مش لعيب كوره برضه طبعا وجيت لعبت عندنا في الاسماعيليه
سنة. شفت جمهور الاسماعيلي عامل ازاي محترم، وعايز تقول لحضرتك ان انت حضرتك ما تعرفش قوادر المشجعين في مصر؟ عارفهم يعني كله. لو رجعوا لك بلاش يرجعوا لنا، بس بتاع هم ما بتاع الشركه هو في انا بتاع الشركه في ناس بتعمل نسبه معينه هو اللي بيطلع مبالغ، بس هو مش عارف مين اللي مسافر وبيقول ده يقول له ده مشجع. افهم صدقني ده مشجع وده مشجع وده مشجع، وهو في الاخر مش مشجع، مش عارف هو. خليني اروح انا معاك، هرجع لك تاني. عم حربي حتى في ماتش جري على الجماهير تعمل لهم كده كده، الجماهير نسيت تشجيع. لا ما هي نسيت ليه النهارده بالنسبه للمنتخب، انت ما بتمثل كل لعيب في كل نادي في مصر. انا اسف عم حربي، حط لنا التليفونات، عايزين الناس تشارك معانا يا جماعه، حط الارقام التليفونات على الشاشه. اتفضل انا اسف المقاطعه. لا ولا يهمك كابتن. بمعنى كابتن جوهري سنه 90 اما عمل منتخب جاب من جميع انحاء مصر، شمع عبد الرسول من مني، كابتن الكاس اسكندريه، كابتن صابر عيد وخالد عيد محله، ياسر كابتن ياسر فاروق على ما اعتقد ترسانه واسماعيليه اسكندريه، كابتن محمد عمر، جميع انحاء مصر كانت في منتخب مصر. عليه رحمه الله قبل منه كابتن شحته اسماعيلي، وهم ماسكين 86 بطوله امم افريقيا، مايكل سميث والكابتن طه بصري كان معاهم في بدايه حياته التدريبيه. كان جميع انحاء مصر تلاقيها في خط الدفاع وخط الوسط. انما النهارده انت خايف من الاعلام الاحمر وخايف من الاعلام الابيض، سبت لعيبه ما اتظلمت في مصر. هو الاسماعيلي ما فيهوش حد يلعب منتخب مصر؟ لا في اسكندريه ما فيهاش حد يلعب، اسكندريه ما فيهاش لعيب يروح منتخب مصر. المصري المحله لو رغم درجه تانية. بص الواحد زي الكابتن ربيع ياسين اما عمل منتخب، ربنا يديله الصحه، اما عمل منتخب جاب من جميع انحاء مصر، لما لعيبه بقت النهارده بالدولارات، هي دي الناس اللي عايزه تشتغل وعايزه تخلق منتخب وعايزه تلعب كره صح. وانا من دلوقتي بقول ما تضحكوش علينا وتنيموا الناس وانتوا شغلين العالم، هنجيب المدرب الفلاني والمدرب الفلاني، بيقولوا لا مؤاخذه في التعبير في اللفظ ده، مش عارف ايه اولى بلحم بيته، مش هقول الكلمه. ابن مصر هو اللي هيوصل مصر. كابتن جوهري ودانا 90 وعمل نتائج، عليه رحمه الله تعظيم سلام للكابتن جوهري في 90. اقول لك على حاجه يا حربي، في ناس ما تتكلمش فيها كتير يعني. الاربع منتخبات او المباراه النهائي في كاس العالم، المدربين مدربين وطنيين في المنتخب الانجليزي والمنتخب الكرواتي والمنتخب المنظر الفرنساوي والمنتخب البلجيكي كله كده. وشوف مين رؤساء الاتحاد يا كابتن شادي، خدت بالك سوبر رئيس الاتحاد الكرواتي. وبعدين النهارده الناس دي انا في برنامج مش هقول اسمه نهيت وقلت يا جماعه اتوسل اليكم، المنتخب رايح يلعب في روسيا، الجمهور عنصر مساعد في البطولة، صدقني المجموعة دي لو احنا معانا جماهير بمعدل من كل محافظة خمس مشجعين يا كابتن شادي، والله لو طلعنا الدور التاني اديك شايف البطولة. طب انا عايز اسال الخواجة سؤال مهم جدا. طيب عشان نكمل القعدة ويبقى فيه عدل وفير، معانا مشجع محترم من النادي المصري استاذ خالد صديق، برحب بيك خالد. كابتن شادي تحياتي ليك وتحياتي للحاج عصام وعم حربي وحاج عصام والاستاذ عبد الكريم كابتن عادل شكوكو. نسي الخواجه، خواجه نسيت الخواجه ولا ايه؟ الخواجه خالد. الخواجه حبيبي طبعا انت عارف عادل يعني. خليني اسالك، هل لما ترجع المدرج والجماهير ترجع الجماهير هتتحمل مسؤوليتها؟ اقول لك يا كابتن شادي انا عايز بس اوضح لحضرتك حاجه. اتفضل. الجماهير لما ترجع لازم الناس الكبيره تبقى موجوده، الناس اللي هي تاريخ تشجيع كره القدم. طيب ليه؟ يعني الناس ليه يا خال؟ الناس الكبيره زي الناس اللي قاعده موجوده مع حضرتك النهارده، وعندنا الحاج حسن في بورسعيد والرئيس خميس موجود برضه في بورسعيد، الناس دي اساس التشجيع. الناس دي عارفه الصح عارفه الغلط، عارف المفروض ايه اللي يتعمل وعارف ايه اللي ما يتعملش.
لكن معظم الجيل اللي طالع دلوقتي مش عايز الناس الكبيره، مش عايز الناس الكبيره، الناس الكبيره دي هي الاساس. النهارده لما الناس الكبيره تقول لك لا ما تغلطش، ده مش معناها ان هي بتفرض رايها عليه. تمام، تمنع بلوى، وزي ما بيقول عم حربي بتمنع بلاوي ممكن تحصل. طبعا الناس الكبيره دي شايفه حاجات، لان هي عاشت في النادي اثنين وعشره الجماهير وعشره الانديه وعشره رؤساء الانديه، فعارفه كل كبيره والصغيره. فلازم الناس الكبيره زي الناس اللي موجوده عند حضرتك زي الرئيس خميس وزي الحاج عاصم الصيفي وبورسعيد والناس كلها وزي محمد ابو سمره وزي الناس دي كلها، لازم الناس دي تبقى متواجده في النادي على اساس ان لازم الكره هترجع ولازم الجماهير هترجع. وانا بشكر السيد وزير الشباب والرياضه على مجهوده اللي دعوه ان الجماهير ترجع تاني وتشجع تاني، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله الجماهير هترجع وهترجع احسن من الاول، وباذن الله في مبادرات من جماهير النادي المصري عامه لجميع روابط مشجعين مصر كلها بلا استثناء، لان احنا كلنا واحد. اسماعيلي واهلي وزمالك ومصر والاتحاد كلنا واحد وكلنا بنشجع منتخب واحد. النهارده لما بنروح منتخب مصر في استاد القاهره كلنا بنبقى موجودين جنب بعض. النهارده مش هنتخب، مش هشجع منتخب مصر النهارده وبعد شويه هبقى ضد عز ولا ضد الخواجه ولا ضد عم حارب، لا ده مرفوض. خالد انا كنت اسالك سؤال تاني، انا كنت اسالك سؤال تاني بس قررت ان انا مش هساله لك عشان حاجه واحده بصراحه. انت خلصت الموضوع كلنا واحد، وده اللي احنا كنا عايزين نقوله عشان المسؤول ياخد القرار. طبعا لازم يشركك ويقعد معاك تخش وسط الدايره، هنتكلم في ده وده سؤالي ليك عادل اللي جاي بعد شويه، بس اللي انا عايز اقوله كلنا واحد عشان هو يطمن ان مفيش مشكله تحصل. تمام، فالجمله دي انا بحييك عليها. عايز تقول حاجه تاني؟ طبعا انا عايز اذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو دعوة ان الجماهير ترجع تاني. واحنا في الاول والاخر كلنا مصريين، كلنا مشجعين، وكلنا لازم نخاف على بلدنا اللي هي مصر. النهارده لما انا النهارده ابقى جنب عادل وجنب عادل وجنب خواجه وجنب عم عربي وجنب عبد الخميس وجنب الناس دي كلها، كلنا بنشجع منتخب واحد وكلنا مصريين وكلنا في الاول وفي الاخر اخوات. مش كوره اللي هتفرقنا، مش كوره اللي هتفرقنا، لكن ان شاء الله الجماهير هترجع وهترجع احسن من الاول، وهنعمل مبادرات من بقررها لك ثاني يا كابتن شادي لجميع روابط مصر بلا استثناء بلا استثناء، وهنرجع احسن من الاول وهنروح نشجع الاسماعيلي البطولات الافريقيه، والاسماعيلي هيجي يشجعنا زي ما كنا بنعمل، والاتحاد هيجي بورسعيد واحنا هنروح لهم، وكلنا ما فيش اي مشاكل طبعا باذن الله، وهنكون عند حسن ظن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلام اللي قاله ان الجماهير تخش، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنكون عند حسن ظن السيد الرئيس وعند حسن ظن السيد وزير الشباب والرياضه، وهنرجع احسن من الاول ان شاء الله. خالد ان شاء الله، خالد صديق كبار مشجعي النادي المصري، بشكرك شكرا جزيلا. وقال جمله لازم اقف عندها، قال خلينا نخاف على بلدنا، ده الاحترام. وانا بصراحه يعني شفتها امور كتير جدا كانت غريبه وعجيبه، يعني ما هو الناس برضو الجمهور بيروح من بدري وبيدخل قبلها بثمان ساعات، بس جنبك كان بيحمي عشان الماتشات ترجع، المؤسسه العسكريه كانت بتساعد وبتفتح استاداتها وبالبنيه التحتيه بتاعتها، لولا المؤسسه العسكريه ساهمت في الاستادات اللي موجوده، افتح برج العرب، افتح مش عارف فين، افتح الدفاع الجوي، الدفاع كانت هتبقى فيه مشكله من زمان، مش الدوري هيرجع اساسا كمان. ما انت مش عايزين بقى كل اللي كمان المؤسسه الشرطيه ووزاره الداخليه، ما هو برضه الناس بتروح تقف من الصبح من الساعه 10 الصبح، والعساكر من اصغر جندي لغايه اكبر رتبه، ليه ما نحترمش بعض؟ ليه نقعد نبعد عن الكوره؟ الكوره دي للمتعه مش للشتيمه ولا للخناقات، يعني احنا لازم نفهم برضه عشان نتكلم بصراحه، انت ليك حقوق لازم تاخدها وعليك واجبات لازم تعملها. النهارده خالد قال جمله حلوه، اروح للخواجه. خواجه انت بيقول لي الناس الكبيره لازم تقود الجماهير، ربنا يا رب يديك الصحه. الحمد لله. في وقت من عمرك انت عم حربي كنت بتقود، النهارده يعني تقدم بحضرتك السن، احنا بنناقش بقى بصراحه هتشجع ازاي؟ والشباب دي مين اللي هيوجهها جوه المدرج؟ وكان المفروض يبقى معاك كادر واثنين وثلاثه عشان يقودوا من بعدك الجماهير. لا صراحه طب هتشجع ازاي؟
وربنا يا رب يديك الصحه يا رب. الحمد لله. مش هتقدر تقود المدرج، هتعمله ايه؟ بس عملت انا بقى حاجه ست مشار صراحه، بعد لما كان بيحارب الارهابيين والادب اللي بتحصل، عملنا رابطه، يعني رابطه الزمالك اكترتهم من الاطلس ويجوا عليا، ايه رايك؟ اقول لهم ابعدوا عن المشاكل. طب امان طلعوا المعدل السن بتاعهم صغير 16 لحد 20. تمام. اقول لهم دلوقتي انت بتحب الزمالك. المستشار مرتضى منصور كلمك؟ اه رايه. قال لك ايه؟ قال لي لازم نقف ورا النادي ونعمل رابطه وعمل وبقى يحاربهم، وانا ما كنت في ظهره. يجي العيال بقى، ايه رايك يا اخوان؟ اقول لهم خلينا بلاش جعب السياسه، خليك ورا النادي وشجع النادي، تفت عليه المشاكل لحياه. اهو اما جينا في الايام اللي فاتت دي كلها عملت ربط، عملت عملت اتنين ثلاثه حلوين دلوقتي وشيكو والقدام بقى يعني معايا. بس انا بقف اعمل كذا روح كذا. وفي محمد السيد شباب طالعه زي ما يحبوش التشجيع، حتى حدش بيشافهم يعني بنعمل حاجات. انا اللي حبب فيا النادي ايه؟ اللي حابب فيها النادي كابتن، يعني حبه للنادي، هي دي والاكثر. الكابتن الجوهري اما حببنا مره في الزمالك، قالوا الزمالك حماد عبد اللطيف بيلعب، قلت ايه حماد عمل لك ايه الجوهري؟ يعني كلمه بعت لنا ولمنا، ما غلطتش ما شتمتش. والنهارده هو اللي عمل فيا التماع حبا لمصر. شوف انا عن الغطاء واسالهم يعني بقى منتخبات، وانت شفت يعني ممكن اروح لمنتخب اكتر من الزمالك. ليه؟ الانتماء البلدي. سافرت وشفت، لازم نحب بلدنا ونبعد بقى. الايام اللي جايه دي اللي يخطا لو الخراجه خطا اتحبس. ومسؤول انا، بقول لك الشباب اللي جاي يعني خلينا نتكلم عشان نتكلم بموضوعيه اكتر. انا ضد مش اللي يخطا يتحبس، خلينا اعاقب بشكل عام. ودي كانت وجهه نظري وانا وجهتها، هتكلم في ده. انا مش عايز انط بعيد، مش عايز انط خطوتين ثلاثه، انا عايز ارجع لدي عشان دي من ضمن الحلول. اللي انت ما تعاقبش الجميع، الاتحاد ما يدخلش، الاهلي يغلط الثلاثه دول يدخلوا، والانديه الجماهيريه الباقي يدخل عشان يحس بحاجه، عشان يحس ان هو غلط. بس هتكلم في ده. بس اروح للحاج عصام، نروح بقى نتكلم على الانديه شويه. كان بيبقى في بعض المشاكل في الاتحاد السكندري، ومش عارف دي رابطه ايه، وده مش عايز ده وده مش عايز ده. تمام. وفي الاخر لم الشمل بيجي ويتفرقوا تاني، ايد واحده الاتحاد، ما فيش حاجه اسمها. ولكن هسمع ايهاب من اسكندريه الاول. ايهاب برحب بيك، اتفضل. اهلا بيك يا كابتن شادي، اهلا بحضرتك. أهلاً واهلا بضيوفك. اهلا بيك، اتفضل حبيبي، تقول ايه؟ اتفضل. حضرتك بتتكلم دلوقتي عن عوده الجماهير وعن سامعنا عن مشاكل الروابط وكده، تمام؟ اتفضل. خليني اقول لحضرتك ان في وجود المحترم رئيس النادي المحترم الاستاذ محمد مصلحي، ان شاء الله ما فيش اي مشاكل بين الجماهير ولا بين الروابط. معشوق الجماهير اللي وخلينا نقول ان النهارده القانون الرياضه الجديد والقانون اللي مضى عليه ست الرئيس خلاص، وبقى في قانون شغب، تمام، المخطئ يحاسب. تمام. خليني اقول لحضرتك ان جمهور نادي الاتحاد السكندري المحترم جمهور واعي وعارف ما له وما عليه. وكل الناس وكل الجماهير استوعبت الدرس. النهارده قرار عوده الجماهير قرار محترم وقرار يحترم، وكل الناس عامله حسابها، وكل الجماهير وخاصه جماهير نادي الاتحاد متعطشه للتواجد، انها تقف مع ناديها وتشجع ناديها، وكل واحد عرف ايه غلط وايه الصح. والحمد لله هتكلم على اسكندريه والجرين ماجيك. الجرين ماجيك نزلت زيها زي الترس اهلاوي، زي الترس زملكاوي، اتنزلت عن الشعار واتنزلت عن كل ده، وخلاص هنخرطوا مع الجمهور. والدوله لن تقبل بشيء واحد، وهو جمهور نادي الاتحاد، جمهور نادي الاهلي، جمهور نادي الاسماعيلي، جمهور نادي المصري. اهاب، انا بشكرك شكرا جزيلا عشان التليفونات كتير جدا. في نغمه جديده اول مره نسمعها من الجماهير لما تدخل. لحظه يا جماعه، عشان الملف ده بقى لنا 3-4 سنين انا محافظه، اول مره نغمه نخاف على الدوله. دولتنا بنحل طبعا. فدي نغمه ما كانتش بتتقال قبل كده، فدي مبادره منكم كويسه كلكم. انا بتكلم من بورسعيد بيقول لي كده، واسكندريه بيقول لي كده، فده كلام محترم طبعا. بشكرك شكرا جزيلا. حاج عصام، كنت بتكلم ما هي لازم الم الشمل عشان اقوم ناديه. لو انا متفرق هيجي لم الشمل منين واحنا مش ايد واحد؟ كابتن شادي الاول، انا بصراحه انا برفع لك القبعه. حضرتك الحلقه دي انت حضرتك خلصت على كل حاجه ممكن تكون كانت مسيئه.
اللي جاي كله خير باذن الله من خلال حضرتك ومن خلال التجمع ومن خلال التليفونات الناس المحترمه. اولا ان النهارده احنا كلنا لازم نحب بلدنا ونخاف على بلدنا. بلدنا ماشيه في الطريق الصحيح دلوقتي. الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه علينا كلنا والحمد لله بلدنا تخطيتها. حته الجمهور، الجمهور ده انا واحد مشجع بحب النادي بتاعي اروح اشجع النادي بتاعي. طبعا استاذ عادل اتكلم في جزئين، جزئيه حلو استاذ عادل طبعا ده نائب رئيس رابطه مشجعي مصر و... لا 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 ده خلي بالك انا بحب العبه اخويا ودراعي احنا بنتكلم جد بالفعل وبنتكلم لمصلحه الرياضه بكلمكم بجد والله يعني انا عاجبني التفكير من الكل مراضي حتى المداخلات زي ما قلت بس عايز اخرج من جو الجد ده سنتين لا لا كنت بلعب في الاسماعيلي سنه فعادل احكي ولا انت تحكي لا احكي احكي ها احكي عادي فعزمني على فرح كان فرح مين اه كان فرح بنتي بنته لعبت الاسماعيلي ونجوم واستاذ ابراهيم عثمان كان باعت ناس من ورابط المشجعين دخلت الفرح لقيت مين والله انا بحكي الحقيقه فقلت كنت مسافر خلصنا تمرين فعندي اجازه فمسافر فما جاء لي بين وبين حضراتكم اتكسفت جدا وانا داخل قابلت عم حاربي وجزره من كبار مشجع الاهلي وخمسه سته من الاهلي طبعا عشره عمر معاهم الاقي مش عارف سته سبعه من الزمالك من بورسعيد مش عارف مين فلقيت نفسي داخل الفرح فمش عارف اعمل اي حاجه فبيحيوني قلت له اديني السمسمه يا بصراحه فاهم فانا اسف على المقاطعه بس مهم جدا اقول لك اللي ايه في الاول وفي الاخر ده حاجات في ذاكرتي في الكوره او في ذاكرتكم في مواقف جميله مع بعض طبعا ليه نتكلم على السلبي خلينا نتكلم على لازم طبعاً. لازم يبقى فيه اهتمام من المسؤولين الفتره اللي احنا كانت اذى عصور رابطه مشجعي مصر كانت في خلال من خلال المحترم الاستاذ جمال علام استاذ جمال علام احنا على ايده الراجل ده يعني اتهجم لما ايه على ايده كان فيه اهتمام برابطه مصر طلعنا كاس عالم وطلعنا غانا وكان تركيا كمان 2013 2013 وبرده النقطه اللي برده المهمه ان اخويا عادل قال طبعا ان في شركات تقول لك الراعي الرسمي والراعي الرسمي مشجع الكلام ده كله احنا ما شفناهوش احنا جات لنا جوابات من مجلس الشعب الاتحاد الكوره عشان نطلع جماهير رابطه مشجعي مصر ما فيش حد خد بالكلام ده للاسف الوحيد اللي ساعدنا في الحوار والموضوع طبعا الاستاذ وزير الرياضه والاستاذ وسياده اللواء ثروت سويلم وتم مخاطبه نادي عز الدخيله والحمد لله لولا النادي هم اللي خاطبوهم ولا انت لا هم خاطبوا دي حاجه كويسه خاطبوا نادي عز الدخيله النادي عز الدخيله كان مطلع الرابطه في كاس العالم هو كان مطلع الحالات وهم خاطبوهم ان انتوا تطلعوا تبعها طبعا لان هو طلع مجموعه من رابطه مشجعي مصر في كاس العالم 2013 مع الكابتن ربيع ياسين فبصراحه الناس يعني حاجه زي كده اي حاجه عارف انا مبسوط من اللي هو ثروت سويلم المره دي بصراحه هو كان معاه التليفون وبشوف تحركاته حتى كان في كاميرا معانا بعتنا نسجل معاه الراجل قال جمله لطيفه قال لك في اتجاه من سياده الوزير اشرف صبحي في اتجاه من اتحاد الكوره وفي اتجاه مش عارف من كله بقى حتى رؤساء الانديه الجماهيريه ما اللي هيقويك بقى في التوقيت دوت في ظل الارقام اللي بنسمعها جمهورك السند وهو ده السؤال اللي بعد كده بس قبل بس انا هتكمل حته معانا عشان برضو مهم جدا هو مش طرف في القعده معانا احد جماهير نادي المحله ومن اولاد نادي المحله هوينا برحب بيك اتفضل حابب تقول ايه صح انا قلت الاسم صح محمد هوينا محمد هوينا رابطه مصر وكان معانا في روسيا اتفضل يا كابتن شادي اتفضل حبيبي اتفضل احنا قبل اي حاجه بنشكرك على اللي انت يعني بتعمله ده ما جاتش من اي حد احنا بنشكرك انا مسي على عم حربي مسي على عم الخواجه مسي على الحاج عصام مسي على عم عادل شكوكو بصراحه يا كابتن شادي والله العظيم اقسم بالله المحله كلها قاعده متابعة البرنامج وعلى لسان كل واحد بيشكر حضرتك اللي انت متولي الملف ده اللي هو عوده الجمهور كابتن شادي احنا لازم نرجع المدرج بقى لا يعني لازم بعد اللي شفناه في روسيا والناس اللي قاعده عندك دي تقول لك لازم نرجع المدرج الناس دي مش احسن مننا الناس دي اصلا يعني في الكوره ما كانوش قد كده نظموا كاس عالم بقى حاجه كبيره قوي المفروض احنا يا كابتن شادي احنا بحضرتك بتوليك بالملف ده لازم نرجع المدرج ثاني والقوانين بقى يا كابتن شادي اللي تعدى حدوده كمان حاجه جديده لازم يا كابتن شادي اللي قبليهم نحترم مؤسسات الدوله وادي عوينا بيقول لك ايه قوانين الجماهير هي اللي بتطلب ماشي كمل اتفضل لازم يا كابتن شادي قبل ما ترجعني المدرج قول لي في كذا وفي كذا وفي كذا اقسم لك بالله يا كابتن شادي اقسم لك بالله
احنا شعب بنعشق الكوره. احنا لما رحنا روسيا يا كابتن شادي والحاج عصام يقول لك ايه الجمال والمتعه دي. ان الناس دي الناس دي مش فارقه معاها تخسر ولا تخسر. الناس دي فارقه معاها يطلعوا باحسن صوره للعالم. اقسم بالله يا كابتن شادي احنا مش يعني لو قلت لك من هنا بكره مش قادر اوصف لك الدنيا هناك عامله ازاي. واحنا يا كابتن شادي معلش برضه احنا اسمنا مصريين، احنا جمهور مصر، احنا لازم نرجع المدرب، لازم احنا تبدا من عندنا احنا يا كابتن شادي. وزي ما قلت لحضرتك نرجع بقوانين اللي تعدى حدوده يا كابتن شادي تعالى يا عم في قانون. انما هنرجع بقى زي الاول كده يا كابتن شادي مش هينفع. ولاخر مره بشكر حضرتك اللي انت متولي الملف ده وشعب المحله كله ومدينه المحله كلها بتشكر حضرتك. انا اللي بشكرك على كلامك المحترم وكمان جمله جديده. بعد احترام القانون، بعد انا اسف، بعد اللي انت تحترم مؤسسات الدوله، القانون خطوات. انت كده النهارده بصراحه انا اللي فخور بيكوا وسعيد من اللي انتوا بتقولوه. حاج عصام كان عايز يقول حاجه. هنا طبعا ده عضو مجلس اداره رابطه مشجعي مصر وكان معانا طبعا في روسيا. طبعا برضه هشكرك تاني استاذ شادي وكابتن شادي. اللي انت عملته ده ما حدش عمله وما حدش فكر فيه، فده جميل على كل جماهير مصر ان احنا ان شاء الله نرجع ونساند فرقنا وبلدنا. بالنسبه لجمهور نادي الاتحاد، طبعا جمهور نادي الاتحاد كبير وكله كان في معظم الايام زي ما كانت الانديه كلها فيها روابط والترسات وكده، فكان جمهور الاتحاد زي اي جمهور. انما الحمد لله من خلال طبعا دعوه الاستاذ محمد مسرحي، وانا بصفه عامه وبصفه شخصيه انا بشكره على المجهود اللي هو عامله هو ومجلس اداره نادي الاتحاد. عاملين شغل جامد قوي لنادي الاتحاد، وبشكر كل جماهير نادي الاتحاد وقيادات نادي الاتحاد كلها من الصغير للكبير. الناس كلها دلوقتي كلهم ايد واحده، كلهم راجل واحد، وكلهم متعهدين ان شاء الله لما نرجع كلنا جمهور الاتحاد. مفيش شله، مفيش مجموعه، مفيش كل واحد، كل جمهور نادي الاتحاد. القوه في العالم اتحادنا كلنا اي فريق النهارده. انت لو رحت مجاميع انت بتقول هتاف وده بيقول هتاف وده في القعده قوتك فيه، لكن لما الهتاف يبقى في الملعب وبتقابل فرقه تقيله. صدقني انا عارف ماتشات الاهلي زمان لما الاتحاد كانوا بايد واحده كانت صعبه جدا. انا قدام لكم وانا شاهد وشاهد تمام. حضرتك واحد اسماعيليه بيبقى الملعب بايد واحد. الاغاني في اسماعيليه كان في، انا اول مره اقول الكلام ده، في بعض اللعيبه واحنا بنسخن واحنا ماشيين في الطريق رايحين على اسماعيليه شايلين هم واحنا بنسخن الضغطه الاولانيه. كان في بعض اللعيبه اللي بتلعب في اسماعيليه راحت الاهلي اوقات ما كناش بننزلها نسخن عشان ينزل فريش، بينزل بس في السبرنتات والحاجات دي. الجماهير مؤثره جدا يا ناس. هو ده الواحد عايز يقول. حضرتك بالنسبه للخواجه وعم حربي، احنا بنقول عم، شوف احنا ناس كبيره ولكن دول عمامنا فعلا اكبر مننا سنا، محترمين، بيعرفوا يقابلوا الناس. الخواجه النهارده مش هيشجع ولا عم حربي، ولكن الخواجه وعم حربي ليهم دور اكبر من كده. دورهم ان هم توعيه الشباب، توعيه القيادات. القيادات لازم تسمع كلام الناس الكبيره، ولازم مجالس الادارات لانك ولازم مجالس يعني عشان هم اللي يتعاملوا. مجالس الادارات ما ينزلش الجمهور يتكلم. احنا بصراحه عندنا في الزمالك احنا عندنا في بيعمل والله زي ما بكلمك عندنا في الحته دي بصراحه يعني. وانت عارف طبعا اكتر من الاستاذ محمد مسرحي مجمع ناس كل الدنيا بصراحه. الزمالكاوي والاهلاوي اكتر منه طلب يعني قبل ما تعدى عشان كنت اتكلم صراحه بتحبه يعني الراجل حاج محمد. الراجل الوحيد اللي يقدر يتبنى بالنسبه، لان الراجل ده شايل كتير برضه، والجمهور في جمهور بيزعل من الراجل وفي بياخد على خاطره وفي كده. هو بيعمل حق ربنا. انا بقول لك اهو يعني انا كجمهور اهلاوي معاه دايما بعشق حاجه اسمها الحاج محمد مصطفى. راجل يمثل البلد مش يمثل محافظه. هو نادي الاتحاد محترم جدا بصراحه. عشان انا بعتذر لكم بس عشان معانا، انا بعتذر له استاذ سعيد. انا عارف حضرتك بقالك كتير على الهاتف، اتفضل حابب تقول ايه يا استاذ سعيد؟ استاذ سعيد تحياتي ليك كابتن شادي وتحياتي لضيوفك الكرام. استاذن حضرتك والتوفيق دايما. استاذن حضرتك توطي التلفزيون عشان اقدر اسمع حضرتك. الو اتفضل مع حضرتك. اهلاوي ولا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا اتحادي؟ انا زملكاوي. وتحياتي ليك يا كابتن ولضيوفك والف مبروك والتوفيق دايما على البرنامج يا كابتن. اشكرك شكرا جزيلا. حابب تقول ايه؟ اتفضل. بالنسبه لعوده الجماهير، الكره المصريه محتاجه عوده الجماهير طبعا. بس لازم يبقى في التزام وانضباط اخلاقي في المدربات والقدوه اللي قاعدين معاك طبعا. اكيد ليهم دور كبير في تنبيه الجمهور الكبير.
الو مع حضرتك اتفضل. معلش في ضغط بيقول لي في التليفونات كتير جدا الناس عايز تقول، وكمان انا عشان ادي كل الفرص هروح لعادل. عادل النهارده نادي الاسماعيلي وهناقشك عشان نعرف وجهه نظر جمهور الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي باع 5 لعيبه مؤثرين بس جاب مكانها، وانتوا بتثقوا في مجلس الاداره اللي موجود. جه محمود متولي جاله ارقام جامده جدا، مجلس الاسماعيلي عمل حاجه محترمه، حتى اللاعب عجبني موقفه، واللي عجبني نادي بيراميدز كان عاوزه مبلغ ضخم جدا، وقلت هنا من يومين كلمت محمود علاء قال ما انا اسف محمود متولي قال لمجلس الاداره اللي انتوا هتقولوه انا هنفذه. راح مجلس اداره الاسماعيلي قرر قرار نهائي بعدم بيع محمود متولي. انت كجمهور في الاول ضغطت على مجلس ادارتك اللي هو باع لعيبه في الاول، وده كان طبيعي عشان يبقى معاك سيوله في ظل الارقام دي، انت متفاهم ده؟ بص يا كابتن شادي، البنيه التحتيه النادي الاسماعيلي في الفتره اللي فاتت ما كانتش موجوده. في لعيبه يعني في لعيبه عدت من جنب سور النادي لابس شيرت الاسماعيلي ولعب باسم نادي الاسماعيلي. ماشي، انت كلاعب عندك طموح انك تلعب نادي الاسماعيلي، بس التيشيرت كبير عليك. انت عاوز لعيبه يبقى اسماء قويه. انا نادي الاسماعيلي يا كابتن شادي مش هفضل اقول لك بقى لا، ده العالم كله بيقول انا بطل افريقيا رقم 1 في مصر. انا اللي دخلت البهجه، انا اللي كنت بلعب ب 13 او 15 لعيب وخدت دوري من النادي الاهلي وخدت بطوله افريقيا من انجلبير وحطيت البلد وحطيت مصر على الطريق الصحيح. انا فين من الدوله؟ ما هو ده عايز حلقه تانية عشان نبقى منصفين. انت سالتني سؤال وعاوز الرد. شوف شركه الرعايه بتدي الاهلي كام وبتدي الاسماعيلي كام بره بعد اذنك كابتن تاني. لا ما هسيبك عشان نتناقش، الناس تبقى ملهاش علاقه. اسمع، هيقول لك ايه؟ العقود الرعايه بتبقى عاليه عشان الشعبيه والبطولات. ما تقارنيش بس قربني. ما تخليهاش من النقد للنقيض عشان يبقى في منافسه. دي المنافسه. دول الخليج النهارده بتعدينا، دول الخليج، مش هقول لك اوروبا، مش هقول لك الدوري التركي، مش هقول لك بقى عشان كده بتلجا للبيع. ما هو انا طب قول لي دلوقتي ميزانيه النادي بتاعتي كام؟ 40 قول لي ميزانيه النادي كام؟ 40 مثلا؟ لا انا النهارده عديت ال 200 مليون جنيه. انا عندي مشاكل، انا عندي معاناه، ضرايب ونور وحجوزات وشكاوي لاعبين واتحاد الكوره ومش هتسجل لعيب، وانت برضو كان ليك لقطه برضو لو تفتكر صح؟ وتنزلت برضو وسامحت، قلت من اجل جمهور الاسماعيلي وكده انا ليا فلوس. بلاش اتكلم في حاجه شخصيه. لا ما انا سيبك من الحاجه الشخصيه، انا بكلمك كلام واضح وملموس. النهارده احنا على الطريق الصحيح. احنا كنا السنه اللي فاتت الحمد لله مفنشين تاني الدوري لولا الظروف المحيطه والموارد الماليه والمدرب اللي سابنا وي 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 وي، وبرضه حته الجمهور. انت عارف ان الجمهور بيمثل القوام الاساسي من كيان نادي الاسماعيلي وكيان اي نادي جماهيري في مصر، وزي ما قلت لحضرتك ومثلت لك بافريقيا. انا النهارده انا جمهور الاسماعيلي جمهور واعي، جمهور مثقف، جمهور جميل جدا، عنده العقليه والمنتاليتي بتاعته وعنده الفكر العالي، عارف ان الاسماعيلي الفتره اللي جايه جاي جاي في ظل الصراعات وفي ظل الارقام اللي احنا بنسمعها. الاسماعيلي ما بيستغناش عن اللعيبه كابتن شادي الا اذا كان اللعيب هو اللي عايز يمشي. واحنا حته اللعيب يمشي دي عندنا 8 تبواب في اسماعيليه ما بتفرقش معانا، لان احنا اللي بنعمل لعيب. اللعيب اللي عاوز يمشي يروح اهلي الزمالك، ده ما راحش ليه من الاول اهلي وزمالك. قصه 8 ابواب دي هرد عليها، بس معانا كابو من الاسماعيليه برحب بيك وحابب تقول ايه؟ اتفضل. برحب بيكم طبعا بكبير مشجعين نادي الاسماعيلي عم عادل شكوكو. يعني خلاص بقى الناس زهقت. مش هترحب بالاهلي والزمالك والاتحاد ولا ايه؟ عم حربي والخواجه. انا ما اعرفش بصراحه، هم قالوا لي هو في المعسكر. انا ما اعرفش بالظبط. حبيبي مين معاك؟ برحب بكله وكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدينك. فاللي عايز اقوله خلاص الناس زهقت، الناس نفسها الجمهور يرجع تاني. السنه اللي فاتت انا هكمل على كلام كبيرنا عم عادل شكوكو، ان السنه اللي فاتت الاسماعيلي لو كان في اول من الدور الاول جمهوره موجود كان زمانه مفنش الدوري. كان زمان خد اللقب الرابع. احنا في مع عوده الجمهور والقرار بتاع 300 مشجع نادي الاسماعيلي لعب 12 مباراه منهم مباراتين في كاس مصر، فاز في 7 وتعادل في 4 في مباراه واحده اللي هي نصف نهائي كاس مصر. فاحنا عايزين الجمهور يرجع تاني. خلاص المره اللي فاتت اثبتوا الناس السنه اللي فاتت ال 300 مشجع اللي بداوا يخشوا، نبدا بقى نوسع اكثر 600 و900 و نقدر نوسع. وما تنساش ان الجمهور المصري كان سبب رئيسي في صعود مصر لكاس العالم. دي حقيقة.
بس انا بقول لك مش 600 قليل. انا مش كوره. بص احنا شادي هو في قرار طلع من قيمه يومين ان هيطبق التجربه الروسيه اللي هي بضانة اي دي. لا والنبي بلاش ما بحبش اسمع تجربه روسيه يعني. انا بحترمك وبحبك وتصدق يعني خلينا نتكلم بواقعيه ماشيين جنب الحيط مع بعض. مش عايزين تحاول نبدا حلو حضرتك على البان اي دي. ايوه انا عارف اللي انا سمعته يعني. ايوه ايوه بس هم فكروا كده. انا معاك 100% نطبقها احنا بس بلاش التجربه الروسيه عشان انا لسه عضو اتحاد الكوره ماشي ولا واحد كان مسؤول وبيكلم المدرب اللي هيجيبوه عشان عنده شركه تسويق. فاتفضل لو عندك حاجه ثانيه وانا هرد على دي معاك. اتفضل. لا اتمنى يعني الجمهور يرجع السنه الجايه ان شاء الله. طبعا الجمهور رقم واحد مش رقم 12. واحنا يعني السنه اللي فاتت لو فعلا جمهور الاسماعيلي كان متواجد من اول الدوري احنا متمشين الدور الاول ب 40 نقطه فرق نقطه عن الاهلي. احنا لو كنا جمهورنا موجود من اول الدور الاول كان زماننا بطل الدوري بنص النقطه. انا بشكرك كابو شكرا جزيلا. في حد تاني معانا يا جماعه بالمره عشان استاذ عادل يقول كلمته. طب اتفضل عادل. انا مش عايزك تكمل الجزئيه اللي انت كنت بتكمل فيها للظروف الماديه. انا شايفك مبسوط من الجمله اللي انا قلتها بلاش التجربه الروسيه. اتبسطت قوي. لا مش عارف تقاطعني. انت بتقاطعني برضه. لا خالص اتفضل. مش عاوزني. لا خلاص. لا اتفضل. انا سايب لك انت راجل ضيفي من حقك تتكلم. اتفضل. فكره ان حضرتك تجيب كوادر الجماهير مع حضرتك في رابع يوم ليك او في خامس يوم ليك فكره جامده جدا لان كله بيخاف. واحنا الحمد لله خايف. انتوا جايبين بومب معاكم انتوا جايين. مش جايبين بومب. انت عارف كابتن الاعلام دلوقتي اعلام سبوبه. حته الجمهور يا عم مش كله مش كله مش كله. معلش. او خلينا ندي الناس احترامها. معلش معلش ما احترمنا للجميع. يا عم جمهور ايه يا عم؟ مش كفايه كنا قاعدين في البيت؟ انا ما صدقنا رجعنا الاعلام بقى وخلاها تمشي بدون جمهور وهي ماشيه. الكلام ده ما ينفعش يتقال في دوله كبيره زي مصر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيانه قالها اكتر من مره ان الكره المصريه امن قومي. حد يعرف معنى الجمله دي ايه؟ حد يعرفها؟ ما حدش اتكلم فيها اساسا. ما حدش اتكلم فيها ليه؟ طب انا فاهمها. في الشاب اللي طلع مش فاهمها. امن قومي منتخب مصر او الكره المصريه امن قومي. من هنا بقوم تاني من هنا ببتدي من اول وجديد. عندنا سياده مدير الامن محمد سياده اللي هو محمد علي شحاته مدير امن اسماعيليه جامد جدا عنده كفاءه يدخل 20,000 مشجع اسماعيلاوي وعارف هيتعامل معاهم ازاي واحنا على ثقه بالجماعه المحاطين بيه سياده اللي هو محمد بيه فهمي مساعد اول وزير مدير الامن ربنا يعافيه ويشفيه لان الراجل ده جات له غلطه من اللي بيحصل في الكره وطبعا اللي قصد العمل اللي معاه احمد بيه الشناوي محمد بيه واكد وايمن بيه وهبه الناس دول متربيين معانا في اسماعيليه متربيين معانا عارفين كل حافظ الاسماء اسمه من كلنا كده كلنا بتكلم في روابط مشجعين معروفين بتكلم في ساده مسؤولين معروفين رؤساء الانديه في تواصل مع المهندس ابراهيم عثمان في تواصل مع المهندس خالد فاروق نائب رئيس النادي في تواصل مع المستشار محمد الكولاي في ناس كتير فين بقى احنا بقى الوزاره اتحاد الكوره الامن روابط المشجعين فين دول فين دول في حلقه مفقوده هنا السيرك اللي ما هو ده اللي انا قلته انا بقول لسعادتك مدير الامن مع رابط المشجعين مش كفايه ما انا مدير الامن عاوز يجيب طيب عشان معانا طرف اخر مش موجود معانا مهم جدا نسمعه معانا ابو سمره من جماهير النادي المصري ابو سمره اتفضل حابب تقول ايه مساء الخير يا كابتن شادي ومساء الخير على ضيوفك الكرام سند واخواتي طبعا اتفضل وبنتمنى طبعا عوده الجمهور يا كابتن احنا اول ما رجعنا الحمد لله النادي المصري كنا عملنا مباراه كويسه في الكونفدراليه الجمهور المصري الحمد لله رب العالمين فاتح صدره لاي حد بنتمنى عوده الجمهور بنتمنى الكوره ترجع تاني في مصر وبنتمنى الامن والاستقرار للكوره وزي ما قال عادل اخويا يعني احنا عايزين يا كابتن يعني يبقى فيه ضوابط وفي روابط وعايزين يبقى فيه اليات للجمهور يعني انا غلطت حاسبني على اللي انا عملته ما غلطتش يبقى انا شغال وماشي وتمام التمام ده اللي المفروض يتم وده اللي المفروض يتعمل لان لما انا مش انا جمهور انت قول لي في عندك غلط لو انت عملت كذا يبقى في كذا لو انت خرجت على النص كذا لو انت ولعت شغلك كذا لو انت لو انت لو انت يبقى في ضوابط انا ماشي عليها انا غلطت بقى استحمل اللي انا عامله كابتن شادي صح غلطتش اديني شغال وماشي والدنيا كويسه والناس ترجع تاني والكره ترجع تاني وهو ده المفروض لان انا مملوكش اقول كده من يملك القرارات والاليات هي الدوله الدوله تحدد وقانون الرياضه يحدد شغب الملاعب وحاسبني على اللي انا عامله ده كلام محترم جدا اللي احنا عايزين نعمله يعني يا كابتن يا ريت يا ريت
ورسالتك اللي انت بتقولها دي هتساعد المسؤولين اللي انتم مدين ايديكم. والكلام اللي انت بتقوله من شوية دي جملة جديدة، القرارات اللي بيملكها الدولة ماشي اوكي وانا موافق على ده، بس الاب الشرعي لكرة القدم في مصر اتحاد كرة القدم، ويستمد قوته من قراراته للاتفاقيات مع نسبه الوزير. بعد الكوره لازم يقعد مع الناس قبل ما ياخد القرار، اسمع الناس، هاي الناس موجود. يا ريت يبقى في همزه وصل بين الجماهير وبين اتحاد الكوره، وكان المفروض يبقى في قبل السفر لروسيا همزه وصل بين الجماهير وبين الكوره. تمام، احنا ربنا اللي عالم طلعنا ازاي. ممكن قالوا لك الناس اللي في الاستوديو عندك الناس المحترمه قالوا لك احنا طلعنا ازاي وعملنا ايه وتعبنا عشان نطلع روسيا. طب ليه كده؟ وانا طالع لوحدي مثلا من بورسعيد، وطلع انا احمد من بورسعيد، لان انا كنت عايز اخد 20 من بورسعيد و20 من الاهلي و20 من الزمالك وناخد ناس جماهير بتوع كوره، ناس جماهير، والشركه الراعيه بتطلع ناس على عين وراس الناس اللي طلعت، بس عايز ناس للكوره كابتن. خلي الكوره للكوره، ولا انا كلام غلط يا كابتن شادي؟ طيب ابو سامر انا بشكرك، خلي الفن للفن. ابو شكرا انا بحترم كلامك جدا اكيد، وبشكرك شكرا جزيلا. معانا كمان كشري من اسكندريه، اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن شادي، عامل ايه؟ الحمد لله رب. طبعا الاول اتكلم طبعا عن الناس كلها اللي عندك. انا اول حاجه بتلفت نظري ومبسوط بيها قوي هو التيشيرتات اللي الناس معتزه بيها قوي، وده كان يثبت لك يعني يثبت لك ان لماح انت لماح. طبعا بص يا كابتن، اذا كان يثبت انا هبدا بس الكلام. اتفضل. اشكرك زي ما الناس كلها اللي عندك شكرتك ان انت الوحيد بتهيألي اذا ما كانش انت الاوحد يعني اللي بتجيب الجمهور عندك في الاستديوهات. الموضوع ده اصلا نسيناه من زمان، ما بيجيش في حته. ده واجب يا فندم. من ثلاث سنين انا جيت قعدت معاك برضه في برنامج عشان نتكلم على نفس الموضوع، وكاني شيئا لم يكن، يعني كاننا ما بنعملش حاجه جديده. لا المره دي ان شاء الله تبقى مختلفه، لان الناس عندها الاراده. انا قلت عشان اخد قرار لازم يبقى في قناعه بالقرار اللي انا باخده. المره دي الناس لما بنتكلم معاها عندها قناعه، لازم الجماهير ترجع. وخلي بالك وهتكلم معاك بمنتهى الامانه وبقلب مفتوح وبكل قوه. طالما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال الجماهير ترجع عشان امن قومي، الكل هيتحرك. بص يا كابتن، انا بس عايز اقول لحضرتك كلمتين. اهم ما في المنظومه دي هو الجمهور، صدقني. ولكن ده قولا واحدا، ده اللي المفروض يعني. احنا اهم عنصر في اللعبه، اهم من اتحاد الكره نفسه هو الجمهور. لكن على الورق لا، اضعف ما في المنظومه واقلها اهتمام هو الجمهور برضه. لسه عادل كان بيلمح لكده من شويه. دي انا عارف يعني عادل ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما تعرفش حاجه ما اتكلمش فيها، رغم ان قطع ياما. انا عارف ان الموضوع ده الله 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 انت هتسخن عليه. لكن بجد اللي انا عايز اقوله لك، يعني انا هفكرك بوقعه صغيره قوي. من كام سنه لما حصلت حادثه الشهداء، يعني عشان ما نتكلمش بس فيها بتفاصيلها. انا ماشي في شارع بورسعيد في فين 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 كابتن شادي شايل ابنه وجاي ماشي في وسط الناس. هو كنت انت بطلت كوره يعني، فما كنتش محتاج دعم من حد من اللي بعتها عشان تيجي تعمل ورطه زي دي. وجيت قعدت عندنا ومعانا، ولما رحت المعليه انا قابلتك في فرح بنت اخويا عادل برضه لو تفتكر. كشري كان موجود. الموضوع كابتن شادي مربوط ان احنا بنتعامل معامله صدقني مش صحيه. محمد مسلحي اول ما قعدنا معاه الراجل تفضل مشكورا وكلكم شكرتوه. اول كلمه قالها اول ما رجع، انا ما عنديش حاجه اسمها روابط. انا ما عنديش الكلام ده، انا عندي حد بيشجع نادي الاتحاد. وكلهم استجابوا عشان بيحبوه. المسؤول الجمهور يحبه، وخصوصا زي جماهير اسكندريه والاهلي والزمالك. هتلاقيه لما يقعد معاه ويكبره هيسمع كلامك. كابتن محمد بن سلحي بعد مقاطعه كشري بيقابل جماهير مصر كلها. كشري انا بشكرك شكرا جزيلا. معلش معانا ضغط تليفونات. معانا الحاج مصطفى، اتفضل يا حاج مصطفى. السلام عليكم. سلام عليكم. اتفضل شادي، معاك مصطفى حفيد الكابتن عبد نصحي حفيده. انا بحب اقول مع عبد الخواجه والحاج عادل. اهلا وسهلا المشاهدين كلهم اللي اتفرجوا على منتجع على القناه ان شاء الله. حبيبي اشكرك شكرا جزيلا. حابب تقول ايه؟ اتفضل. لا بقى كابتن شادي، بس انا عايز اوجه رساله للمسؤولين في الكره المصريه والحكومه في دور عوده الجماهير، ان هم يناقشوا المشكله من اولها لاخرها صح. تقصد ايه؟ لان الكره بدون جمهور ملهاش اي طعم زي اكل بدون ملح. دي نقطه. تاني نقطه عايز اوجه رساله للسيد تركي الشيخ، هل هو بيفيد الكره المصريه؟ لا لو سمحت انا اقفل المكالمه. انا قلت لكم امبارح انا ولا بصدد ادافع يمين ولا دافع شمال،
اللي بتشوفوه في الاعلام الحمد لله اللي حصل دلوقتي عشان عبك التاني قدام الجماهير. خوف العبد الله اللي قدامكو ما عندهوش حاجه يخاف منها، وده مش فرد عضلات ولا الكلام ده، لكن موجود هنا الله ينورك من الاخر عشان اخلص لكم الموضوع، ولا هتسمعوا في اللي بيعملوا الفيديوهات المضروبه دي فضايح، ومش ما عندناش فضايح، عندنا شرف وعزه وكرامه وادب، والاهم من كل ده الاخلاق. تمام، على راسي من فوق اللي يدخل، وعدتكم وهقفل عليه على طول، اي مسؤول في الاهلي في الزمالك في الاتحاد في المصري في كل الانديه، بتروجيت في كل الانديه، في الانتاج الحربي، ليه مني كل الاحترام والتقدير، بما فيهم بيراميدز بالمناسبه، لو دخل اي حد بيتكلم على اي حد بعد كده مش مسموح عندي، ما تدخلش. انا قلت لكم النجم دايما، على فكره حلقات الجماهير افضل من ان انا بتكلم مع نجوم ويطلبوا مني فلوس اللي هم يجي، لا شكرا، اسمع الناس دي عندي افيد، اللي انتوا تستفيدوا لحاجه للصالح العام. انا بتكلم اهو كمان وبقلب مفتوح. اما التجاوزات يعني بتبقى صعبه، لان الكوره يا اخي علمتنا خلي عندك روح رياضيه، احنا اللي نقلناها للمجتمع كله. بالظبط، اجي النهارده احنا اللي ندخل ونشتم، واحنا اللي ندخل، على فكره الاهلي هدافع عنه وبدافع عنه ومعاه، الزمالك نفس الموضوع، المصري نفس الموضوع، لاننا في قناه عامه، والاسماعيلي نفس كل الانديه، ولكن ملاش لزوم بقى نجرح في بعض. ده تمام، لازم كلنا نبقى ايد واحده. اللي معاه هنا عايز يعمل صفقه يعملها، واللي عايز يشتري حد هنا عايز يعمله، لازم نحافظ على بعض ونحترم بعض، عشان الاعلام ده بيدخل البيوت، واللي بيدخل البيوت ما ينفعش يبقى سب وقصف، ما ينفعش يبقى حد بيضرب حد، ما ينفعش يبقى حد ما يحترمش حد، ما ينفعش حد يبقى كذا وكذا وكذا. غير كده احنا عاوزين ناس بقى عندها اخلاق، وهنتعامل ان شاء الله يبقوا اتنين الحمد لله. فده كان مهم جدا نقوله النهارده، لازم نحافظ على اخلاقياتنا، لكن نغلط في بعض والكلام ده بيبقى صعب. احييك يا عم حربي. هروح لك لسؤال ايضا مهم. النهارده النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا يوم الثلاث ان شاء الله، ودي حاله من الحالات اللي احنا شفناها، عايزين نشجع فرقتك، وده كان كلام النهارده الكابتن محمود الخطيب في التلفزيون، اللي شجع فرقتك ما تتطرقش لاي حاجه تانية. بالظبط، فلازم الكبار يبقوا موجودين عشان يمنعوا، والحاله بدل ما هي تكبر تبقى اللي انت تقلق. ركز معاك وركز، لان انت موقفك وحش في محتاج الثلاث متوش اكسبهم بره وجوه وبره. لازم عشان اقول ان انا النادي الاهلي بطل ابطال افريقيا اللي واخد اكبر عدد من البطولات سواء قاريه او كاس عالم من اكتر الانديه، فانا مطلوب مني ان انا ابعد عن المهاترات. وانا بقول بالنيابه عن جماهير النادي الاهلي اللي عارفه النهارده ان انا جاي. النادي الاهلي جامد بجماهيره، النادي الاهلي قوي بكل اولاده بكل ابنائه، اللي يمشي يمشي واللي يقعد هو الاهلي خيره على اي حد. واقول لك جمله بما فيهم انا، انا لو مش مشجع للنادي الاهلي من عمر طويل ما كنتش هقعد هنا. فده خير النادي الاهلي على اي حد من زمان. فالنهارده النادي الاهلي قوي ومش هيضعف قدام اي حاجه، وهنسيبنا بقى من اي حاجه، احنا خلينا احنا بنقول الكوره للجمهور. فالجمهور يبقى ممثل في ان الناس دي اللي جاي يشجع الفريق بتاعه. هقول لك على حاجه حلوه قوي، شوف كل اللي دخل، الاغلبيه الاغلبيه كل دخل اتكلم باحترام مؤسسات الدوله، وكل واحد بيتكلم على ناديه عشان بيحب الكوره، هو دي كره القدم. يحصل موقف ولحقناه هتلاقي يسيب لك الدنيا كلها يا كابتن. في ناس حزينه، هي دي كره القدم في مصر. بقول لك تتكلم على اللي انت يبقى اعلام هادف وتتكلم، مش احنا بنتكلم يا كابتن كجمهور عايز يبوظ لك اللي حصل يا كابتن شاهد. ماشي يا كابتن شاهد، بس انت ما سمحتش حضرتك الكلام ده، وقفت. انت عامل برنامج عشان عوده الجماهير، في ناس هتدعي لك لقمه عيشها بتتجدد من جديد في عوده الجماهير. في ناس كده عايشه اللي بيدخل يبيع حاجه جوه الاستاد، والبيع بيبيع علم. انت النادي الاهلي خارج بعد المباراه ومبسوط ومروح البيت، طبق بسبوسه العيال، شغلت الحلواني، طبق مش عارف، وهي الدنيا ماشيه كده بتكمل بعضيها. فمن هنا انا بقول لك انا بالنيابه عن جمهور الاهلي، يا عم ما تمس، مش عايز انا ابقى في المصدر، خد قدوه من الناس الشباب اللي طالع الواعي. في شباب واعي بعيد عن المهاترات والتهريج والكلام ده بيشجع الاهلي بقلبه، وانت كنت بتشوفه في المدرج اللي كانوا بيسمعوا مثلا ب 500 او 400.
في شباب زي امثال اشرف كوره، خالد الروبي، انا بتكلم على مشجعين الاهلي اللي بتروح ورا الاهلي ما بتسيبش برج العرب هنا هنا. ففي مشجعين عاشق الكوره مترهبين للكوره، اتخلقت هي بتحب الكوره، ما الكوره ادمان زي اي ادمان. ما نرجع بقى للمشجعين في كل بلد هتلاقي قيادات عاليه قوي، وانا بطلب منك الطلب ده يا رب انا ما اجيش، بس توسع القاعده يا رب تعمله في استوديو اكبر، لازم كل جماهير مصر وتجيب الناس القدامى يا كابتن عشان دول تاريخ ما يتنسوش. يعني على سبيل المثل اسماعيليه فيها الحاج سلامه وحمد ابو طوح، اسكندريه فيها عدلي وعدلي طبعا وشريف، فيها ناس جامده قوي. اسكندريه في كابتن بوب ربنا يديله الصحه، في حميد وحميد وعادل شكل، في سامي مكرونه، في عجمي دلوقتي ساب الاتحاد وراح سموحه. الشغل اكل العيش بقى كابتن، متحكم في كده. اروح الفيوم الاقي جمعه ابو مسلم وحازم وبيبو، اروح المحله اللي هي في درجه ثانيه جمهور بلد، في الحاج محمد امشي ربنا يديله الصحه، في رأفت، في بقى مشجع يمثل البلد انا بحبه، يا ريته ينضم لجمهور مصر. بيشتغل يا كابتن يلف الملعب كله، يفكرني بالخواجه وانا واحنا صغيرين. اسمه خضير، بيشتغل ثلاث حاجات في الملعب، انا بوريه الجمهور اهو عشان الجمهور يعرف مين القديم والجديد. بيمسك زمار وطبله ويسيب الزمار وهو معلقه يقول ببقه ويقول وراه، ده مشجعين. اروح لمؤاخذه بورسعيد فيها مشجعين، رايت خميس في ابو سمره، في ابو ايه، في ابراهيم الجباس، اروح الفيوم في جمعه ابو مسلم ومعاه ناس، اروح لمؤاخذه اسيوط فيها ناس، السويس فيها ناس، السويس فيها ناس، خلي بالك يوسف عثمان والناس القديمه يوسف يعني انا عايز اقول لك لازم توزع انت. اللهم صل على النبي، البرنامج ده النهارده لو تعاد ثلاث مرات على مدار اليوم من قمه النجاح اللي هتتقابل قمه مشاهده، لان انت بتحارب شيء نايم في الادراك. وانا هنا بقول لك لما اتقطع مثلا عشان التليفونات، الحاج محمد مصلحي الله يعينه على اسكندريه، بس هو محب للكره المصريه، محب لكل جماهير مصر. ما تقوليش ما فيش في مصر ما يعرفش الحاج محمد مصلحي، شعبيه حب، بكلمك بامانه، راجل بيدي من وقته كتير. انا اللي بناشده من خلالك يبص لرابطه منتخب مصر. طيب يعني بس انا عايز اقول حاجه بس بعد اذن حضرتك. طبعا في شكر خاص لمحافظ الاسماعيليه والاستاذ محمد مصلحي والاستاذ عامر حسين، اتصلوا بينا واحنا في روسيا وكانوا دايما بيطمنوا علينا وكانت حاجه جميله، واحنا مسافرين برضو فرج بيه عامر اتصل بيا وقال لي لو الناس عايزه حاجه هناك كلمني. دي حاجات حقيقه فعلا. في وقت عايز اقول حاجه بس في وقت بس يعني ولا في وقت احنا معانا وقت ليه؟ هسأل يا تسأل مين؟ اسألك. لا هقول لك على حاجة. أنا النهاردة مع الجماهير مش هسمح لأن أنت تسألني لأن أنا المذيع. الله ينور. لا ده أنا أنت حبيبي يا كابتن. خواجة القدرة اللي موجودة والأرقام هاخد بجد والله. لعيب يستاهل ما يستاهلش ده مش دوري، لأن كان ممكن أبقى متواجد وأخد نفس الأرقام، فده مش هناقشه. اللي أنا هناقشه حاجة واحدة، ربنا يا رب يزيد الجميع. بس النهارده الانديه الجماهيريه هي ليه جماهيريه؟ عشان تقف جنب ناديها. بالظبط. عشان كده انتوا معايا النهارده في القدره الماليه دي، اللي هيقدر يقوم ناديك جمهورك. جمهورك. بالظبط. لو التمرين احنا معانا جمله لكل واحد، عشان معانا كل واحد هياخد دقيقه ونص، تمام؟ حلو كده؟ تمام. تقول لي دقيقتين يا كابتن. او اتكلم في دي، ولو عايز تقول اي حاجه اتفضل. هقول لك يعني انا من ناحيتي، انا ما كنت في روسيا، في ناس يعني جايه من اسبانيا، ده اعرفه شخصيا قعد معايا قال لي يا عم الخواجه اسمه احمد الملاح اسباني مصري. قال والله زي ما بكلمك وقاعدين في الكافيه، قال لي انا عايز لو مصر، لو اتحاد الكوره عمل حاجه ملايين في اوروبا ونلم ونجيب مدرب تقيل عشان يطورنا في الكوره. مشاعر مصر، شوف حب يعني دماغه وصلته لكده. قال لك مش كده، لو لمينا احنا الناس بنحب مصر بقى لنا 20 سنه بره، وقال فلوس هنلم ونجيب احسن مدرب عشان الكوره الاوروبيه اتطورت. يعني بص هتعمل ايه اكتر من كده؟
حاجات بتجيلك. واحنا هون داخلين بقى على ان شاء الله الدوري الجاي ده بقى، ننسى بقى اللي فات، نبتدي بقى نشجع زي الاول. ده روسيا عامله حاجه ما خلتش جمهور مصر لوحده ولا جمهور روسيا، كله مع بعض عشان ما يحصلش ايه في حب. عايزين هنا كده، عايزين بقى جمله اخيره حابب تقول ايه؟ حابب اقول لك نفسي اشوف مشيئه الله اتحاد الكوره، بقولها له ابتدي من تحت، وعندك ناس تقال يعني قاعدين، جيبهم صح يشوف ايه الضعف اللي في المدارس تحت ده ويلف كده. ما ينفعش مره هتتنسي، خلي بالك هتتنسي صح عندك. عشان اروح الجزء اللي هناك، كلمه اخيره عم حربي وانا كنت بهزر معاك. لا انت حبيبي، لا هو عم حربي من حلاوه الموضوع عايز يطول. لا يعني هقول لحضرتك حاجه، رب ضره نافع. يعني اذا كان في لعيبه بتتنقل بمبالغ عاليه زي ما انت بتقول، وفي ناس بتبيع وناس بتشتري، دي مولد نجوم بيحصل بسبب الحاجات دي. لو اعتمدنا على ناشئيننا في كل نادي، هتطلع بدل اللعيب اللي هيمشي من عندك لعيب واثنين وثلاثه. انا اقول لك على اسم ما بيلعبش في النادي الاهلي، لانه في قرابه بيني وبينه وتعمل له مشكله في اسماعيليه، ده هيبقى نجم جامد قوي قوي. واسمع الاسم ده، اسمه فاروق بين قوسين شوكة في الاسماعيلي. في الاسماعيلي عايز اقول لك دلوقتي عشان اثبت لك بس على حاجه، بس عشان معانا مكالمه هرجع ارد نفتكر يعني الاسم، بس معانا مكالمه اخيره مهمه جدا. انا كمان بعتذر لجمهور طنطا، معانا مجدي خضر من طنطا. اتفضل يا مجدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل انت على الهوا يا مجدي. اتفضل حضرتك. طبعا يا كابتن شادي، يعني المباريات من غير جمهور حضرتك يعني ملاش اي طعم ولا اي شكل ولا اي لون، واحنا ما تعودناش على كده. فطبعا الجمهور هو اللي بيدي روح للمباريات، وبيخلينا نتابع المباريات ونشوف النقطه، وده عنده نقطتين وده عنده ثلاثه. ما فيش جماهير والله يا كابتن. من خمس سنين دول اللي فاتوا احنا نسينا من الاول ومن الثاني ومن الثالث، ما عدناش بنتابع زي الاول رغم ان احنا بنعشق الكوره. انا عشان وقت البرنامج كان نفسي تقول كمان كلام اكتر كده. انا بشكرك شكرا جزيلا، وهقف عند النقطه بتاعتك عشان ارجع على الاسماء اللي قالها، عشان عايز اقول جمله على عم حرب اللي قالها. لما تسال الشباب الصغير من 14 سنه، ودي نصيحه لوزير الشباب والرياضه، لما تسال الشباب من 14 سنه لغايه الثلاثينات وتطالع، حافظين اسماء الدوري، اللاعبين الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الالماني والايطالي والتركي. انا سايبكم تقولوا، انا عايزكم تساعدوني. الدوري الاوروبي، ولد صغير هيقول لك ميسي وجنبه مش عارف مين وبيلعبوا بخطه ايه، بسبب عدم وجود الجماهير الانتماء بقى الانديه الثانيه. حصل وده غلط. ايوه صدقوني، اللي مش قادر يروح مدرج دلوقتي بيروح كافيه عشان يتفرج على ماتش. الناس كلها كافيهات دلوقتي بتفرش في الشوارع. احنا قاعدين على الفيسبوك وفاهم عمالين بنظر على كل كلمه. تعالى نتكلم بصراحه. طيب انت قلت لي فاروق، انا بقول لحضرتك شوكة. عندي معلومه من داخل نادي الاسماعيلي، لما باع اللعيبه عمل فكره كويسه، عمل فريق الامل. فريق الامل، فريق الامل اشتروا 8 لعيبه. انا المعلومه دي حد النهارده كان بيتصل بيا من اسماعيل، كابتن سيد عبد الرازق طبعا. قالوا لي جايبين 8 لعيبه سنهم صغير، كابتن حمار ابراهيم موجود. انا بكلمك مع احترام الكابتن هناك في اسماعيليه بيهتموا بالنشأ، هو ده اللي بيطلعوه يلعب ضد الاهلي وضد الزمالك في بدايه حياته. اصعب فريقين واقوى فريقين هيلعبوا الاسماعيلي، الاهلي والزمالك. فلما يلعب المباراه بتاعت الاهلي وبيقول له ايه في اوضه اللبس، بيقول له انا عارف انك هتتغلب بس اديني بدعني. انا عشان كده السياسه دي تمشي على اولهم النادي الاهلي، عنده شباب. بس للاسف كل مدير فني بيجي يغمض، هو عايز اللي يكسبه، عايز لا يا عم اهتم بالقاعده. اهتم بالقاعده زي ما عايز برضه. احنا بنتكلم على قاعده اللعيبه عشان تنمي فرقتك وتبقى قوي، بنتكلم على مشجعين الكوره. انا بكلمك بامانه يا كابتن شادي، والله في ناس اتراهبنت للكوره، يمكن بتصرف بتستخسر مصروف على بيته في سبيل انه يروح ماتش زي بتاع برج العرب. واسمح لي بقى في عجاله اقول لك على الناس اللي افنت عمرها جزره. النهارده ما اتجوزش وداخل على حاجه و50، افنى عمره الاهلي، النادي الاهلي طايره وتسله والاتحاد. معلش في سريع، في عجاله حل ربنا يشفيه. رفعت
لا مؤاخذة، عادل الفلاح، خالد الشاكي، أشرف كورة، والله يرحمه حسني مبابة. وبعدين ما ننساش بقى أول واحد مسك ترومبيطة مع الكابتن جوهري ومع النادي الأهلي كابتن حمدي همت. أنا كنت بعزمه حمدي همت، أنت بيعشقوا النادي الأهلي. يعني عصام معاك دقيقة ونص، وأسف اللي أنا بحدد. لا لا تحت أمرك، يعني كلمة أخيرة حضرتك اتفضل. طبعا أنا بصفتي بصفة يعني في شغلي أنا طبعا مسؤول العلاقات العامة بنادي عز الدخيلة، وقبل طبعا ما نطلع ونتكلم أنا استأذنت السيد رئيس النادي إن هو بيوعد رابطة مشجع مصر، بس ما تقولش اسم الشركة تي. لا لا أنا نادي عز الدخيلة، نادي تبع شباب الرياضة ودرجة ثالثة احنا دلوقتي حضرتك، وأنا مسؤول العلاقات العامة في النادي. دلوقتي ماشيين أي حاجة تخص مصر أو رابطة مشجع مصر لمساندة الوطن النادي بيوعد ان هو هيقف فيها ان شاء الله. ان شاء الله ده اللي انا عايز اقوله. يعني بعد الجمل يعني حابب تقول ايه في اخر الحلقه؟ حابب اناشد سياده الوزير اهو. حابب اناشد سياده الوزير اشرف بيه صبحي حضرتك وزير الشباب ثم الرياضه. حابب اناشد اتحاد الكوره اقول لهم اصلحوا من شان نفسكم، لا يغار الله قوم حتى يغار لهم انفسهم. عايز اقول للكوره في مصر بلاش الاسترس، عشان في لعيبه اتظلمت امثال احمد جمعه، امثال محمد عواد، امثال محمد حمدي، امثال امثال امثال. الكوره مش احمر وابيض، كله بيلعب باسم مصر، صفاء القلوب وحسن النوايا. عايز اقول سياده مدير امن اسماعيليه سياده اللواء محمد علي شحاته، انت بتفتح لنا ايديك وبترحب بالجماهير وما بتاثرش معانا. عايز اقول سياده المحافظ كبير البلد عندنا سياده اللواء ياسين طه اللي اطمن عليا شخصيا وانا في روسيا وبشكره، ان هو لازم يتعمل استاد اولمبي لنادي الاسماعيلي. انديه الشعبيه كابتن شادي مفيش نادي يملك ملعب باسمه. الانديه الشعبيه بنتكلم في خمس انديه بس دلوقتي في الدوري. خمسه بقول لحضرتك نادي الاسماعيلي حلاوه الدوري زمان من وانا صغير وناس كتير اللي كمان اكبر لما كنا بنروح نادي شعبي لما تاخد درون من المنصوره تروح المنصوره بجماهير المحله تطلع بطل المحله فين البلدكة الانديه الجماهيريه الاتحاد كنت صعب زي ما انت بتقول عادي اللي هي الاهم. انا عاوز ملعب في مدن الكنال يتعمل باسمي، يتعمل باسم النادي المصري، يتعمل باسم منتخب السويس، يتعمل باسم النادي الاهلي، يتعمل باسم نادي الاتحاد، نادي الزمالك، نادي المحله. انا البنيه التحتيه كابتن شادي كرويا متدمره، عشان ما نضحكش على بعض، مفيش نادي يصلح ان انت حتى تستضيف عليه بطولات لمنتخبات الشباب. يا كابتن شادي احنا مش اقل من الدول العربيه اللي عدتنا اللي هتستقطب حتى اخي بعد اربع سنين. احنا مصر، احنا ام الدنيا، احنا قد الدنيا، احنا المفروض المغرب يا كابتن شادي عشان اقول لحضرتك بيستفادوا من كل بطوله ما بيكسبوش، لان احنا مش ايد واحده، لو ايد واحده المغرب كانت نظمت كاس العالم 2026. المغرب بتستفاد يا كابتن شادي لما بتخش تقدم البروجرام بتاعها للاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي طب يا كابتن شادي عندك ملحوظه في الحته دي وفي الحته دي بتعملها، بتيجي تقدم تاني طب يا كابتن شادي عندك مشكله في الحته دي وفي الحته دي بتعملها. لما بتعمل الكلام ده كله على الاقل لو انت ما استقطبتش حدث تاريخي زي كاس العالم كدوله زي المغرب فانت نجحت ان انت تعمل بنيه تحتيه وقاعده جماهيريه جميله. اخر حاجه موضوع الجمهور يا جماعه، عشان احنا هرمنا بالتونسي وتعبنا بالمصري، كل مسؤول يوعدنا طبق عليا الثواب والعقاب. ومن فضلك كابتن شادي انا اللي بطالب حضرتك انك تجيب قانون الرياضه قدام حضرتك وتثقف جماهير الكره المصريه. انا هقف عند ثقف جماهير الكره المصريه وهقول لكم جمله. شرفتوني ونورتوني النهارده. بس وعدنا وعدنا وحياة فارس عشان مش عايز اجي تاني، يعني مش بتكلم عن نفسي. ايوه هات قدام المشجعين زي ما النهارده بيكرموا قدام اللاعبين، هات قدام المشجعين في البلاد ديت عشان الجماهير اللي طالعه تعرف الراجل ده اتعرف اسمه منه فنى نفسه للنادي بتاعه. شرفتوني نورتوني، الله يكرمك، سعدت باللقاء معاكم، الله يكرمك. حبيت هدف الحلقه النهارده انتوا ما فهمتوش في الاخر فهضطر اقوله، وانا دايما اللي على قلبي هو اللي على لساني، وجمله جميله بتتقال من القلب للقلب رسول. ربنا اعلم بنوايانا، واللي انا عايز اقوله كان بيتقال على جماهير الكوره
مش مثقفين وبلطجية، فسمعت وسبتهم النهاردة، اديت كل واحد اللي عايز يقوله. جماهير الكرة محترمين، ولو في كل مشاغبة بسيطة عاقبها زي ما هم بيقولوا وطبق القانون. هتكلم سريعا، مخرجي بيلح عليا، فهتكلم سريعا في نقطتين. النقطة الاولى جمهور الاهلي، الزمالك، الاتحاد المصري، الاسماعيلي، لما يغلط اي واحد منهم ما تعاقبش الكل، عاقب جمهور لو قول له الدور الاول بالكامل مش هتبقى موجود. عمل ثالث، انت طول السيزون بقى مش موجود، اقعد اتفرج على بيت الجماهير وبتشجع ناديها منها. الفرق الجماهيريه محتاجه جمهورها طول الوقت، فانت فهيبقى فرصه قليله. يبقى عقاب لمجلس الاداره اللي هو ما وقفش جنب فرقته وطبطب عليهم وقعد عمل حوار، فهيضطر يعمل حوار عشان ما يحصلش مشكله، صح ولا ايه؟ يبقى شغلنا مخنا ومره واحده نشغل مخنا. النقطه الثانيه، عجبني جدا جدا الحوار لاول مره. كنت دايما بسمع الجماهير ده بيتشنك وده بيتعصب وده مش عارف ايه، النهارده كانت مختلفه في حاجتين جمال. كل اللي بيدخل يقول لك طبق القانون، ما كانوش بيقولوا كده، كان بيقعدوا المبررات وده يرمي على ده وده انا ما عملتش وده ما كانش موجود. النهارده الجماهير بتقول طبق القانون، الجماهير النهارده بتقول احنا مع الدوله ومع مؤسسات الدوله. انا بقول ضيوفي في الاستوديو قالوا كده، والمداخلات كلها قالت كده، احترام المؤسسات، ودي كمان كانت موجوده بس بنسب متفاوته. يبقى علينا احترام المؤسسات، تطبيق القانون، رجع الجماهير، كلنا معاك اعلام، واللي يغلط حزب. ده كان حوارنا النهارده. النادي الاهلي والمصري عندهم مباراه في افريقيا، يا ربنا يوفق يا رب النادي الاهلي ويرجع لمكانته في المجموعه وجماهيره عليها دور مهم جدا. النادي المصري عنده مباراه مهمه جدا في المغرب، لم الشم، انسى، ركز، ده مهم جدا لفريق النادي المصري. واكيد هختم زي كل يوم، المجد، كل المجد لشهداء المؤسسه العسكريه، والمجد، كل المجد لمؤسسة الشرطة وشهدائها، المجد، كل المجد لشهداء الزمالك، المجد، كل المجد لشهداء النادي الأهلي. تصبحوا على ألف خير، وأتمنى اللي نكون بنقدم إعلام محترم يليق بحضراتكم، وتبقوا راضيين عننا بعد ربنا سبحانه وتعالى. أشكركم شكرا جزيلا، واستنونا في حلقة جديدة من الكرة والجماهير، وأكيد هسيبكم كمان مع كل الجماهير.